البديل باش تركب 100 درهم. علاش حنا نزيدوا على الحافله مدعمه؟ حيت الحافله مدعم. الحافله مدعمه كتاخذ الدعم. الحافله كتاخذ 2 مليارات في العام ديال الدعم ديال المحروقات وحده. ما كياخذ حتى دعم. بغينا 50% في لاسيرونس، بغينا 50% في الكريمه، بغينا 50% في المازوت، بغينا 50% في المطالب ديالنا. المشاكل اللي عندنا في هذا القطاع هذا هو القرار اللي خرج دابا تاع ثلاثه البلايص، اللي قرار مجحف اللي بالنسبه للسائق المهني، بالنسبه للروسيطه ولا المدخول تاعنا اللي غادي نديو لوليداتنا ولا الكريمه اللي غادي نخلصوا مول الكريمه. ان هذا القرار اللي خرج ضرر المهني كامل. هذا هو الاشكال اللي حنا دايرين عليه هذه الوقفه هذه الاحتجاجيه هذه. وبالنسبه للطوبيس عامر 100% ماشي سو شارج، والتراموي كذلك، التران بحال هكاك. وبالنسبه لسياره الاجره هو اللي دايرين عليه هذا القرار هذا، وهذا هو الضرر اللي حنا مضرورين فيه اللي حنا دايرين عليه هذه الوقفه هذه. وتنتمناو السلطات اللي بالنسبه لثلاثه البلايص راه تيضرونا باش غادي نزيدوا على المواطن. وحنا هذا هو اللي ما بغيناش، باش ما نبقاوش عندنا مشاكل مع المواطن. دابا تيخليوك باش غادي دير ثلاثه البلايص، اش غادي اشنو؟ المازوت دير 10 دراهم، الروسيطه دير 6000 ريال 7000 ريال، تبعك مصاريف كثيره. هذا هو المشكل. والمأدونيه 50000 ريال، كاين اللي عنده 50، كاين اللي عنده اكثر. هذا هو الاشكال اللي حنا واقعين فيه. لاسيرونس 1,040,000 ريال، راه هذا مشكل كبير. هذا اللي خلانا حنا اللي وحدنا باش وقفنا، بينا راه ضررنا بزاف. هذا هو علاش وقفنا. وتنتمناو الحكومه تكون تستجيب لهذ المطالب تاعنا. وتحيه لكم وتحيه كاع الاخوان. ويا حنا كنشوفوا القرار ديال القرار اللي جابتنا هذه الحكومه. حنا القرار ديال الحكومه ملي دار دو كان بغات دير 50%، دير لنا 50% في لاسورانس يخلصوا 50%، دير لنا 50% على الكريمه، دير لنا 50% شحال من حاجه، ماشي جايه غير الطاكسي، دير لي 50% والطوبيس تخليه 100% والترام عامر والطاكسي. هاد ثلاثه البلايص حنا كنضطروا نتزادوا على المواطن. وهاد الحكومه كتقلب على شي حاجه اللي ما كايناش. الا بغينا المواطن مضرور، شكون اللي كيقوت؟ الا قوت المواطن راه غتنوض لنا البلبله في البلاد. مادام داروا 50% يديروا 50% على كل شيء. يقول لاسورانس حنا دابا عامين هادي وحنا كنخلصوا سته البلايص وتنهزوا ثلاثه البلايص اربعه. علاش هاد لاسورانس كتعدى علينا وكدير لنا رزقنا هكاك؟ باطل. الا ملي ناقصين لنا البلايص حتى لاسورانس تنقص لنا. حنا كنخلصوا 9000 درهم 11000 درهم في العام. علاش ما ينقصوش لنا؟ ملي 50% نعرفوا حنا 50% تكون على كل شيء. حنا كنطلبوا من الحكومه ومن اللجنه الايقاد اللي دارت هذا الشيء ديروا على كل شيء. حنا معترفين بهذا القانون، ولكن يكون على الجميع، على الطوبيس ولا طرام ولا كل شيء. وحنا محترمين القانون، ما عندناش مشكل. حتى حنا نديروا 50%، حنا بغيناها 50% تكون عموميه مضامه على كل شيء. ضروري نزيدوا على المواطن. حنا باش غنمشي؟ واش انا غنمشي دابا بلاتي غنقول لك واحد المثال. واش انا غنمشي دابا بثلاثه البلايص؟ حنا كنهزوا بالفرنك للدروه ياك، وغنمشي بثلاثه البلايص للدروه ب 600 ريال كندير مازوت؟ اما يمكنش ليا ندير ثلاثه البلايص ب 600 ريال للدروه. خاصني ضروري نضيف على الليسانس. الا مشيت دابا 600 يلاه ندير مازوت، ما غندير لا مول الطوموبيل لا الكريمه. اما حنا دابا اش درنا للدروه؟ كندير لها دابا 400 ريال يلاه غنجي 1200 ديالنا غنهزو ثلاثة البلايص ب 1200. المواطن تا هو اللي يحسن الأحوال. المواطن تا هو غادي كيقوت كيقول لك أسيدي أنا راه ما فحاليش ما مضرورش، غنمشي على رجلي. واحد والله العظيم إلا نزل من الطاكسي وتم غادي على رجله. قال لك خليك ما عندي باش تخلص. شي راه عيب وعار على هذه الحكومة اللي كدير هذا القرار. على الأقل دير هذا القرار تجي المهنيين ويجلسوا أشنو المضرة اللي عندكم. يقول لهم الدار أنت لا داروا 50%، أعطونا الدعم ديالك. الناس اللي مساكن دعمونا في المازوت، يدعمونا في 50% 50% ثلاثة البلايص باش يدعمونا في 50% شي حاجة راه ما كايناش. وخويا اش نقول لكم؟ الله يجعل تقليدنا على الشيء اللي كيديروا هاد الناس، وتقليد المواطنين كلها على هاد المسؤولين كلهم. التقليد ديالهم اللي كيتحمل المسؤولية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.